السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في قناة بروفيدني للتعلم. دائما في إطار تحضيرات الامتحانات الجهوية الخاصة بتلاميذ بخميغاني غاني بكالوريا اللي غيدوزو إن شاء الله الامتحان في شهر تسعود واللي غيركزو على أنتيغون la pièce de théâtre أنتيغون. دونك كنا خدمنا في لي فيديو اللي فاتوا خدمنا لا سين الاولى من بعد لو برولوغ كاين لو برولوغ دونك سين الاولى اللي جمعات لا نوريسي انتيغون كنا هضرنا فيها على لا سورتي ماتينال على لا بروميير تونتاتيف دو لونتيرمون فاش خرجات انتيغون باش تحاول انها تونتيغي تدفن خوها بولينيس وخدمنا اكزام واحد اخر في سين الثانيه اللي جمعات انتيغون باسمين خدمنا فيها واحد ليكستري اللي هو هذا ليكستري اللي خدمنا المره اللي فاتت دونك هنا كملنا في اخر ريبليك اخر ريبليك في ليكستري اللي خدمنا هي نو نو بوفون با هنا في هاد ليكستري هذا اسمين كتحاول تقنع انتيغون باش تغونونسي باش تخلى على البروجي دونتيرمون على داك البروجي ديالها باش انها تونتيغي بولينيس دونك هنا في هاد ليكزام هذا ديال اليوم عندنا ها هي كيما كتلاحظوا نو نو بوفون با كيما قلنا حنايا غادي نخدموا لي زيكزام في لونشينمون ديال 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 لي تيكست ما غنفلتو ما غنزقلو حتى شي حاجه حتى شي تيكست دونك غادي تكون فهمتي لي تيكست اون ميم طون خدمتي لي كيستيون كيف ما ولفناكم غادي ناخذ واحد الصوره الصفحه الاولى والصفحه الثانيه بالنسبه للتلاميذ اللي تيوقفوا الفيديو تيخدموا وهذه فكره مزيانه باش ان الانسان يتمرن شويه انه يخدم بوحدو عاد فاش يعرف لي كيستيون لي ريبونس باردون نشوفوا لي كيستيون نقراو لي كيستيون قبل ما نبداو التكست عندنا في الكيستيون نيميرو 1 كاين جونغ À quel genre appartient ce texte C'est de Sahel. On a le genre. Quatre questions. B. Justifie votre réponse. C'est de A ou B. Juge les petites questions. Numéro 1. Justifie votre réponse. Situe le passage. Il semble que les deux sœurs partagent un secret. Je n'ai pas le secret. Et là, quand tu parles de la SIL, راك شي اسئله راه عرفتي الاجابه ديالهم وهنا كتكون ربحتي شويه ديال الوقت دونك هنا ناخذ ورقه هذه ديال لي زيكسبليكاسيون ناخذ ورقه واحده اخرى باش نجاوبوا فيها عندنا نيميرو 1 ا هنا ما عطاوناش هذاك لو طابلو فامو لو فامو فامو مجهور طابلو اللي كيعطونا دائما ديال لو تيتر و لو نون دو لوتور هادشي ما كيمنعش انك تكون عارفهم وعارف كيفاش يتكتبوا الو هنا عندنا ا اكيل جونغ ابارتيان سو تيكست غتقول سو تيكست لا ريفورمولاسيون سو تيكست كترفورمولي سو تيكست ابارتيان هنا كنحددو فقط لو جونغ ا لا تراجيدي مودرن تراجيدي مودرن هنا جاوبت على ا كنمشي لبي ندير بي تيري جوستيفي فوتر ريبونس قال لك جوستيفي برر علاش قلتي نتايا راه تراجيدي مودرن وقال لك هنا غادي تعطي ثلاثه ديال لي زانديس يعني دوك الناس اللي تيديروا ربعات لي زانديس ولا جوج لي زانديس راه ما مسلكاكش جوج ما كافينش وثلاثه وربعة راه زيادة مرس الحمق كيما تنقولوا يعني ما تغامرش وتعطي شي حاجة حيت كتسمى انك ما احترمتيش لا كونسين ما احترمتيش التعليمة داكشي اللي مطلوب منك لي زانديس ديال لا تراجيدي مودير راه كاينين بزاف حنا غناخذو منهم غير ثلاثة هنا اش كيبان لك هنا باش عرفتي انه تراجيدي باش عرفتي ان راه كاين هنا المسرح راه تراجيدي مودير عندنا لي نون دي بيرسوناج لي نون دي بيرسوناج هذا انديس كيبين انه راه تراجيدي راه تياتر هذا ماشي رومون ياك ماشي رومون الرومون اللي هو ان اوتر جونغ واحد اخر هنا تيبان لي انه سي ان ديالوغ كاين واحد لو ديالوغ
انديس تاني لو ديالوغ كاين الحوار قلنا الانديس الثالث عندنا لي نون دي بيرسوناج لو ديالوغ والانديس الثالث هو لي ديداسكالي لي ديداسكالي معروف على لي ديداسكالي هما دي زانديكاتور سينيك مؤشرات بحال مثلا او تيكونوا باش تعرفهم في التكست تيكونوا مكتوبين يا اما اونتر بارونتيز بين قوسين يا اما تيكونوا اون ايتاليك شوفوا هنا لاحظوا معايا هنا هذه مكتوبه اون ايتاليك هذه مكتوبه ماشي بحال هادي ياك دونك هنا عندنا ابري ان سيلونس دو سا بيتيت فوا عندنا هنا دوسمون ياك هادو سو سون دي 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 داسكالي دي داسكالي لي دي داسكالي تا هما من بين لي زانديس نكتب هنا لي دي داسكالي من بين لي زانديس ديال اللي كتبي لي انها راه المسرح راه سيتون تراجيدي هاي بي ثلاثة كافيين دونك نمشي الرقم اثنين question numéro 2 la question numéro 2 قالك سيتي لو passage dans la pièce dont il est extrait en résumant les événements précédents هنا قالك بالضروره ما تهضر على لي زيفينمون بريسيدون هنا عندي شنو عندي انتيغون مع اسمين اللي جالسك تحاول تقنعها انها ما ديرش لونتيرمون انها تغونونسي elle renonce son projet d'enterrement تخلى على لونتيرمون دو سون فرير بولينيس شنو عندنا قبل عندنا هذيك لاسين اللي شفنا في لي فيديو اللي فاتوا اللي كتجمع لا نوريس اي انتيغون يعني شنو غندير انا هنايا كما درنا التقسيمات اللي فاتوا الا كنتو شفتوا لي فيديو اللي فاتوا التقسيمات اللي كنسيتي بيهم الباساج هما ثلاثه عندنا ليكسبوزيسيون عندنا لو نو العقده وعندنا لو دينومون بما انني في لسان الاولين يعني انا راه دائما في ليكسبوزيسيون حيت قلنا ان لو نو غتبدا في الوقيته اللي انتيغون غادي اي سورا اريتي بار لي غارد غادي تشد غادي يحصلوها لي غارد دارت هذيك لا دوزيام طونطاتيف المحاوله الثانيه ديال لونتيرمون هي فاش حنا غندخلوا للنو هي العقده العقده اللي غتخلي من وراها غير لامور اللي غنشوفوه كاين في لو دينومون دونك ما عندي انا ما عنديش لي سين اللي فيهم لي غارد يعني انا دائما هنايا باش نسيتي لو باساج غنقول بحال كيف ما شفنا في لي فيديو اللي فاتوا سو باساج سو سيتو كيت موقع سيتو لو باساج الموقع ديالو في لوفر فين جا واش جا في ليكسبوزيسيون ولا جا في لو نو ولا جا في لو دينومون هادي هي لا سيتياسيون دو باساج في التياتر بياس دو تياتر اما الناس اللي خدامين مثلا لا بواط ا ميرفي ولا لو ديرني جور دان كونداني هذيك راه حاجه اخرى ما عندهاش علاقه بالاكسبوزيسيون لو نو تما كنبداو نهضروا على ليكسيبيت لانسيبيت وكنهضروا على لي زيفينمون هذيك خدمه واحده اخرى الوغ سو باساج سو سيتو دون ليكسبوزيسيون دون ليكسبوزيسيون الناس اللي غاديين يكونوا شافوا لي فيديو اللي قبل راه غتشوفوا دائما نفس الميثود يعني ما حدك انت كتخدم لي زيكزام ما حدك هادشي كيولي يجيك ساهل دون ليكسبوزيسيون دو لا بيس لا بيس اللي هي انتيغون نقطه الفراز الاولى اللي كتحدد لك الموقع لك ليكستري ديالك فين جا بالضبط كتمشي لهادشي اللي واقع هنا ولي زيفينمون بريسيدون ياك هنا شنو عندنا هنايا عندنا اسمين اللي كتحاول تقنع اختها اش كتقول لها اينوفي مورير غادي يقتلنا ايكوت موا سمعيني انا اكبر منك انا هادي انا هادي هادشي غادي نشوفو فاش غنبدا نقراو التكست دونك هنا عندنا ال طونت اسمين طونت طونت هي تحاول دو كونفينكر سا سور بور رونونسي à l'enterrement de Polynice, puis elle a tchella à l'hédak l'enterrement, ou les événements précédents, chna houma, houa adna la sortie matinale, ahia, kent tchadem sehnef, la sortie matinale, fach kharjet Antigone, ou la première tentative de l'enterrement, fach dat l'mouhaoul l'oula diya l'enterrement, ou c'est un l'extrait l'oula l'ikhdemna fil vidéo qbel,
Antigone reste face à face avec sa sœur. Fache rejette la nourrice, se prêterait Antigone avec sa sœur. Allez, je bêche en aide sa sœur. Men bête, je fous en aide à briter en aha. L'if aide l'extrait aide. Rat knaha en aha. Met ce dramache. Mais je suis sur sa race. Yak. Donc, je manque d'un petit bénéa. Ce texte vient, ja. Après, men bête ma. Après la sortie matinale et la première tentative, la première tentative, tentative d'Antigone pour enterrer son frère, Ismène tente dans cet extrait, qu'est-ce de l'extrait là, de convaincre sa sœur de renoncer à son projet d'enterrement. Donc شنو درت هنا؟ حددت ليه هذاك التكست هذا فين جا بالضبط انه جا في ليكسبوزيسيون ديال لا بيس موقعته ليه هي سيتو لو باساج وقلت ليه ها هو طلب مني لي زيفينمون بريسيدون قلت ليه راه لي زيفينمون بريسيدون هاد التكست جا من بعد ما هاد الايفينمون وقع سورتي ماتينال فاش كانت خرجات انتيغون رجعت في الفجر لوب اي لا بروميير تونتاتيف دانتيغون بور انتيري سان فرير المحاولة الأولى اللي دارتها أنتيغون واللي فشلات وهنا في هذا التكست هذا إسمين طنط حاولت حاولت في هذا الاكستري هذا دو كونفينكر انها تقنع اختها دو رونونسي بانها تتخلى عن شنو على البروجي دون تيرمون هذاك البروجي ديالها لون تيرمون نكون هكا درت انا لا سيتوياسيون دو باساج ديالي كامله مزيانه خديت فيها النقاط كاملين دونك بالنسبه لا كيسيون نيميرو 3 في لا كيسيون نيميرو 3 قال لك il semble que les deux sœurs partagent un secret lequel secret يعني سر يبدو ان il semble que les deux sœurs خواتات بجوج بارطاج كيتشاركوا un secret lequel Les deux sœurs partagent un secret. On dirait juste une phrase. C'est l'enterrement. Il y a besoin d'Antigone ou Sehla. Il y a tout ce qui est dans l'enterrement. L'enterrement de Polynis. L'enterrement de leur frère, Rohum, Polynis. C'est là la question numéro 3. La question numéro 5. 4, pardon. La question numéro 4. Gelk, il ne faudrait mourir. كي ديزين تيل بار إيل هنا كنمشي نشوف هذيك إيل في التكست عندي ها هي الوغ هما على من كيهضروا شكون هذا اللي غادي يقتلهم هنا عندك ابري ان سيلونس دو سا بيتيت فوا بوركوا نقراو بعد التكست هانتا tu sais j'ai bien pensé Antigone فكرت مزيان Antigone اسمان هادي oui j'ai bien pensé toute la nuit tu es folle فكرت ليل كامل وانا كنفكر Tu es folle. Yani, et raisonnable. Mais on a le mantek. Oui. Nous ne pouvons pas. Man qadrouch. Après un silence de sa petite voix.
Pourquoi? سكسيت واحد شوية وقالت لي علاش إيل نو فوغي موغيغ، شكون هو هاد إيل؟ هو نفسه اللي عطى لا ديسيزيون القرار بأنه أي واحد تجرأ أنه يدير لونتيغمون ديال بولينيس غادي يموت، يعني هو لو غوا كريون اللي هو لونكل، لونكل خالهم خال إسمان إي أنتيغون، لونكل دو إسمان إي أنتيغون، ألوغ هاديك إيل ال ديزين قلنا هاد التال كتحيد ال ديزين ما كتبقاش هنا حيت لانفيرسيون دو سوجي كتكون فاش تيكون كيسيون دابا مابقاش كيسيون غادي نجاوب ال ديزين باغ ايل هذاك اللي ما تيعرفش مثلا يدير لا غوفورمولاسيون غيدير ايل جوج نقاط ويكتب قدامه باغ ايل كريون Le roi et l'oncle, voilà, Khalom Fnafslok, c'est le roi de Thèbes et l'oncle de des deux filles. Lihima, Lihoma, Ismen ou Antigone. Sinon, la brèche est bassette, radir il, ben à Kausin, parce que c'est le matelin. Non, il. بين قوسين وغادير كريون لونكل دو انتيغون اي اسمين وصحيحة تكون جاوبتي دابا لا كيسيون نيميرو 5 خمسة شنو قال لنا خمسة C'est comme cela que ça a été distribué. C'est comme cela que ça a été distribué. هاد خمسة عندنا فيها A و B. يعني A عندها علاقة ب B عندها علاقة بخمسة. À quel registre de langue appartient cette phrase? هنا غتردوا بالكم من واحد المسألة اللي هي مهمة بزاف. ملي كنهضر على registre de langue. ملي كنهضر على registre. De langue, alors qu'on compte qu'un qsad, tlatat les registres. Ya imma soutenu, bdaou bi houa l'oul haqqach houa li aali. Ya imma. Courant. Ya imma familier. هذا ريجستر دو لونغ اما ملي كيهضر لك على الريجستر لي تيغير غتبعو معايا ريجستر راه ماشي ريجستر هنا دو لونغ هما هاد ثلاثه ريجستر لي تيغير هو اللي داخل فيه كوميك ليريك تراجيك اللي هو لي في لي في التاثير اللي كيعطيك النص كتقراه كتشوف راسك واش كتضحك ولا كتبكي ولا فيه لامور الموت كاع وكاينين بزاف ديال لي ريجستر اللي هو كنسموه الطون ولا توناليتي وهي راه كتكون باينه في لا كيسيون ملي هنا كتبوا لك ريجستر باش ما تلفش وتمشي لريجستر ليتيرير راه قال لك ريجستر دو لونغ يعني غتختار وحده من هادو وحنا عارفين انه في انتيغون كاينين غير هاد الجوج هادي ما كايناش وداكشي علاش قلنا انها سي اون تراجيدي مودرن هادشي غير دخلنا في تفاصيل اخرين حنا في غنى عنها الناس اللي باغين يعرفوا اكثر راه نقدروا نديروا فيديو واحد اخر باش نكملوا لي كيسيون هنا الحاجه اللي غتركزوا معايا فيها هي هاد لي دو ريجستر ريجستر دو لونغ كاين كورون وكاين فاميليي وهنا عندنا انتيغون ملي قالت C'est comme cela que ça a été distribué. C'est le registre familier. Donc, A, on va cette phrase. Je te raconte comme on C'est bien. Cette phrase. Appartient
enregistre. Familier. B. De quelle distribution s'agit-il? Je mets une distribution, je vais vous dire. La distribution, je vais vous dire. Je vais vous dire cette phrase. Je vais vous dire que c'est un A ou un B. Ha hiya distribué, had distribution had tawzi', hiya qalt liha c'est comme cela que ça été distribué, hakta huma hakta dakchi twazza' tfarraq ياك بحال عندنا تلامذة في قسم وكتقولي انت غتكون هو الريسبونسابل انت غتكون هو داك اللي كي اللي كيدير الورقه ويجيبها انت غتكون هو داك اللي كيهتم بنظافه القسم هذه لا ديستريبيسيون كنوزع لي رول الادوار قالت ليها بحال هكا داك الشيء تفرق هما قال لك هنا دو كيل ديستريبيسيون ساجيتيل هنا هاد لا ديستريبيسيون غادي دينا واحد الثلاثه ديال لي تيرم اللي هما لو ديستان القدر Il y aura l'explication, pardon. Le destin, qadar. L'ikiani, la fatalité. Fatalité. Et bien la fatalité. L'itahiye d'akhla. La fatalité d'akhla fchi haja. Li mqadra alik. Nta. Ma andakch chi qouwa bish anak tahiyidha alik. بحال مثلا في لا تراجيدي سورتو كاينه في لا تراجيدي لا فاتاليتي كنقولوا بان هذا البيرسوناج راه غادي يموت في الاخير يعني هو يطير وينزل ما غاديش يعيش هذه هي لا فاتاليتي يعني il n'a pas de force il n'a pas de puissance pour confronter هذاك لو ديستان ديالو ما عندوش الجهد انه يواجه هذاك القدر ولا يغيره هذه هي لا فاتاليتي وهذا الشيء كاين قلنا في لا تراجيدي قلنا لو ديستان La fatalité ou les rôles, adouar, les rôles. Yani, tous les wahids ont le dour dialo, dans la tragédie moderne. La tragédie, surtout la tragédie, kamla, mais chérie moderne, la tragédie classique, hasta yara fiha nafs chkel, fiha le destin, la fatalité ou les rôles, tous les wahids ont le dour dialo, fadik le qissa, fadik le hikaya, ou la dik le. دونك باش نوضحوا هنايا قلنا هاد ثلاثه داخلين في لا تراجيدي ملي كنهضر على لا تراجيدي كنهضر على لو ديستان كنهضر على لا فاتاليتي كنهضر على ان اي بيرسوناج عنده لو رول ديالو في هذيك القصه هنا شنو نقدروا نكتبوا في هاد بي غنقولوا لا ديستريبيسيون اي ساجي Il s'agit du rôle que donne l'ikiati, dans l'ikiati, l'ikiati, la tragédie en chaque personnage que la personnage a un rôle à chaque personnage un rôle va faire accent sur conflexe alors il s'agit du rôle que donne la tragédie à chaque personnage et il s'agit de la fatalité et du destin que chacun doit supporter. كي تعلق الامر هذيك لا ديستريبيسيون توزيع كي تعلق الامر ب لو رول دور ديال كل شخص انتيغون الدور ديالها هو انها تموت
هذا هو الاقتناع ديال انتيغون في هذه القصه. داكشي اش كتقول لك هي، انا ما كرهتش نعيش، انا باغي نعيش، ولكن كاينه هاد لا فاتاليتي، كاينه لا تراجيدي، سي لا تراجيدي. دونك كاين توزيع ديال الادوار، انا الدور ديالي نموت صافي، ما غاديش، ما غيخصنيش نعيش نهائيا، ما غيخصنيش نسعد في حياتي، ياك خاصني ندير هذيك الساكريفيس، هذيك التضحيه، هذا هي لا ديستريبيسيون. كريون الدور ديالو هو انه يحاكم كل واحد، حاول انه يدير لونتيرمون، الدور ديالو انه يعاقب هذاك الشخص. هنا لي رول دي بيرسوناج، هذه هي لا ديستريبيسيون. دونك هنا غادي نقدروا نقولوا اي ساجي دو رول كودون لا تراجيدي ا شاك بيرسوناج. بغيتي تكتبغي هذه راه كافيه، بغيتي تزيد غيكون احسن. اي ساجي دو لا فاتاليتي، حيت ملي كتقول لا ديستريبيسيون راه كتقول انا موزع ليا واحد الدور، عاطيني واحد الدور، يعني ما عنديش الجهد انني ندير شي حاجه اخرى. سي لو ديستان، سي لا فاتاليتي، سي بون. دونك عندنا لا كيسيون نيميرو 6. Moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Ou hadi fiha tahiya aw fiha bi. Donc hadi عندها علاقه بهادي، هادي عندها تاهي علاقه ستة، عندها علاقه بي و با. Donc moi aussi, j'aurais bien voulu ne pas mourir. Hadi la réplique ديال Antigone. حنا غنشوفوها هنايا في التكست. فين هي؟ ها هي. Moi aussi, j'aurais voulu ne pas mourir. La question numéro 6A. Antigone veut-elle réellement mourir? واش هي باغا تموت؟ هادي راه بحال غير عطاك نقطه هكاك هكاك. هنا قالت لهم موا اوسي، حتى انا، جوري بيان فولي، كنت غادا نبغي، فولوار اريدو، نو با مورير. هاد نو با سي لا نيغاسيون، انني ما نموتش. وهنا قال لك واش هي بغات تموت، يعني اش غتقول ليه؟ غتقول ليه لا. دونك لا كيسيون، لا ريبونس ديال نيميرو ا، غتكتب ليه نو. انتيغون ne veut pas mourir. Dans la réalité. Dans la réalité, elle ne veut pas mourir. Au B, je ne veux pas mourir. Comment justifiez-vous l'emploi du mode du verbe vouloir? How est le verbe vouloir? Fâche m'sarraf est le verbe, le mode, fâche m'sarraf. M'sarraf, le conditionnel, adna le radical de futur plus la terminaison de l'imparfait. C'est le conditionnel passé. Le temps, le conditionnel passé. Le mode, c'est le conditionnel. Et nous allons travailler le conditionnel. Nous allons travailler الامنيه ولا واحد الرغبه اللي ما يمكنهاش تحقق نهائيا، يعني كنخدم به في شي حاجه اللي هي امبوسيبل انها توقع. كتقول كون غير كانت عندي ان الفلوس كرادر الطياره مثلا، وهي راه معمره. كون غير كانت غتكون عندي بحال هكا، كون غير كانت غتكون عندي، ياك. دونك هنا عندنا الكونديسيونيل كيتخدم في لو سوي اللي هو سوي، يعني الامنيه، سوي اللي هو امبوسيبل. هنا غتكتب ليه كومون جوستيفي لومبلوا دو مود، غنكتبو لومبلوا دو كونديسيونيل exprime qui a brûlé un souhait, واحد الحاجه كتمنى، واحد الامنيه كي نو بو سو رياليزي، ما يمكنش تحقق. وكما قلنا راه لو كونديسيونيل راه داخل فيه راديكال، الاصل راديكال ديال الفيتور بلس تيرمينيزون ديال لامبارفي. نيزون باردون دو لامبارفي. Ouais.
Question numéro 7. Je vais mettre la question numéro 7. Écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aîné. L'aîné, il y a l'ourte le cobra. Je réfléchis plus que toi. Ton regard droit devant toi et le voilà lancé sans écouter personne. Had les deux répliques. À partir de ces deux répliques, dégagez les traits de caractère. Les traits de caractère respectifs des deux sœurs en complétant le tableau suivant. On a un trait de caractère, on a Antigone, on a Ismène, on va nkharjou intilaqan min hadj jouj les répliques hado. Nkharjou les traits de caractère. Kifach dayra had Ismène, kifach dayra had Antigone, intilaqan min hadj jouj dial. مثلا تقريتي هاد هاد الريبليك وما فهمتيش مزيان غادي تحاول تستعن بالنص غتشوف واش فيه هذيك لا ريبليك واش فيه شي حاجه اللي تقدر تعاونك دونك ايكوت بيان في كاينه ايكوت بيان ايكوت هيا ايكوت جي بيان ريفليشي توت لا نوي ياك جو ريفليشي بلوس كو توا قالت لها ايكوت سمعي جي بيان ريفليشي انا فكرت مزيان توت لا نوي الليل كامل وانا كنفكر مزيان جو ريفليشي بلوس كو توا انا كنفكر اكثر منك حيتاش هي اللي هي الكبيره اخت الكبرى تو سي سكو تي سي سكي تو باس بار لا تيت تو دو سويت اي تان بري اي سي تون بيتيز بيتيز هي الحماقة داكشي اللي كتفكري فيه راه غير حماقات يعني راه غدري غير راسك موا جو سوي بلو بونديري شوف معايا هاد بونديري بونديري هي شي واحد معتدل في القرارات ديالو جو ريفليشي دونك تقدر تستعن بهاد بونديري انطلاقا من ان هاد السيده راه تفكر راها شي واحد اللي كيفكر مزيان قبل ما يتاخد واحد القرار راه لي بونديري ماشي متهور ياك دونك لي بونديري نقدر نخدم بهادي الا وحلت نخدم بهادي ياك فين هي ثانيه طون ريغارد دووا ها هي طون ريغارد دووا دوفون توا اي تو فوالا لونسي سون ايكوتي ما كتصنطيش ايكوت ايكوت موا جي ريزون بلوس بلوس سوفون كو توا هنا البيرسوناج ديال انتيغون راه معروف عليه انه ما تتصنطش ما باغاش تفهم ما باغاش تسمع ما باغا دير حتى شي حاجه الوغ كنقولوا سي كيلكان كي اونتيتي يعني عنيد راسو قاصح جاي من طات يعني راسو قاصح دونك هنا نقدر نكتب ايكوت جي بيان ريفليشي يعني اسمان واحد الشخص اللي كيخدم بلا غيزون الي غيزونابل منطقيه كتفكر بزاف ياك و الي بونديري معتدله في القرارات ديالها ياك جو ريفليشي بلوس كو توا هاد انتيغون سون ايكوتي اي نيكوت با ما كتصنطش يعني راها الي اونتيتي عنيده هاد لي تري دو كاركتر نكتبوهم في le tableau. On trace le tableau en ligne. Ismène. Antigone. Trait de caractère. Donc, on a Antigone et les entêtés. Un Ida. Féminin, accent E. Ou elle dit Ismène, elle est raisonnable. Raisonnable, c'est quelqu'un qui pense, qui fait, qui fait un baclo. Elle est raisonnable, raisonnable, raisonnable. Et elle est pondérée. Pondérée. Bien. La question numéro 8. Galek Antigone répond à sa sœur en exprimant trois refus. ثلاثه لي رفض رفض هي الرفض ثلاثه الخطرات قال لك هذه انتيغون كيل سون سي رفض شنو هما هاد لي رفض كنمشي نقلب في التكست عندي كنشوف السيده هذيك انتيغون اشنو رفضات عندي هنا اسمان tu sais j'ai bien pensé antigone oui 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 هنا ما كتجاوب غير وي 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 مسهله علينا زيد bien sûr à chacun son rôle lui يعني crayon il
crayon doit nous faire mourir, nous, un ouyek, yani Ismen Antigone, faire mourir Tlna, et nous, hna, nous devons aller enterrer Snapchon de Fno, notre frère, Huna. C'est comme cela que ça a été distribué. Haka tous les rôles, Adwar Diana. Qu'est-ce que tu veux que nous effacions? Chno Britiga Hnandiro. C'est l'impuissance, la fatalité. La fatalité, c'est le destin. C'est la tragédie. Alors, Ismaël, je ne veux pas mourir. Antigone, doucement. Moi aussi, j'aurais voulu ne pas mourir. C'est le conditionnel, le souhait qui ne peut se réaliser. Ismaël, écoute, j'ai bien réfléchi toute la nuit. Il y a des répliques de l'Ismaël, le foutoir. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Ne pas réfléchir. Moi, je ne veux pas comprendre. D'accord, c'est horrible, bien sûr. J'ai pitié, moi aussi. Mon frère, le chouya, mais je comprends un peu notre oncle. Il est le roi. Et il faut qu'il donne l'exemple. C'est un roi, c'est un exemple. Moi, je ne suis pas le roi. Et il ne faut pas que je donne l'exemple. Donc, il y a trois refus. Il ne veut pas réfléchir. Il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas donner l'exemple. Donc, moi, les trois refus. Alors, qu'est-ce que bon? Ces refus. A. Ces refus. Sont. Je donne la pluriel. On dit le sont. Je tire l'oula, tire tania, tire tête. Alors, bon, refus de réfléchir, rafda enneha tfakkar, refus de comprendre, rafda enneha tfem, yama baraj tfem ga, refus de donner l'exemple. وصلنا ل ب كوشيرشتيل ال هي انتيغون دابري سي روفي انطلاقا من هاد لي روفي هادو اللي لقيناهم هنا لي 3 روفي انطلاقا من هاد لي روفي شنو تتقلب علاش هي تتقلب على شنو دونك هنا عندنا شي وحده اللي il ne veut pas comprendre ما باغاش تفهم ما باغاش تفكر il ne veut pas réfléchir, elle ne veut pas donner l'exemple, mais elle va chercher l'exemple, alors elle cherche quoi? Elle cherche là la mort, elle cherche à mourir. La fatalité, la distribution des rôles, les rôles mouzéin, la mort. Donc, elle cherche à mourir. Elle cherche à mourir. Donc, tu as maintenant la réplique suivante, c'est de la réplique. Et puis, on la met dans un coin ou dans un trou. On la met dans un coin ou dans un trou. On va dire texte, on Antigone. Moi, je ne suis pas le roi, je ne suis le roi. Il ne faut pas que je donne l'exemple. Moi, ce qui lui passait par la tête, lui, je ne suis pas le crayon. La tête, la petite Antigone. Hedik Antigone, la petite. La sale bête. Bête, animal, hayawan. La sale, sale. C'est le contraire d'eau propre. La sale bête. L'entêté. Hey, l'entêté. Hna, radin l'kawa. Le trait de caractère de l'Antigone. Lik, nafrina. Hadarna, la, hna, hna. Il ne veut pas écouter. Ma barrage, c'est notre entêté, la sakas. La mauvaise. Hadarra, idiel. Crayon, Antigone. Et puis, on la met dans un coin ou dans un trou. Radin diruha, fouahad le coin. Hna, comme goul, chad le coin. Chad le coin, yani. Le kant, diel, chiblasa. Chidit le coin. Alors, coin. Coin, bhala, il est coincé. M'hatout fouahad le jani, boum, coincé.
un coin ou dans un trou. Trou, il y a حفرة. حفرة. Donc, هنا, la question est là. Quel sens peut-on donner? Est-ce que nous avons un mot coin ou le trou? Coin, il y a جانب. يعني تي كوانسي انت مكوانسي في واحد البلاصه هنا نقصدو بها البريزون الحبس وهنا ترو سيتادير تومب يعني القبر حيش القبر عباره عن حفره الوغ السونس اللي نقدر نعطيو هاد لي دو مو كوان يعني بريزون هنكتبوها هنا لي سونس كو كون بو donner au mot de point on dirait un coin yani prison trou tombe قبر. Donc on a commencé les questions de compréhension de le texte. كنتمنى يكون تفهم مزيان كنتمنى تستافدوا من هاد لا فيديو نشوفوا ان شاء الله في الفيديو الجاي اللي غيكون ان سويت تابع لهاد التكست هذا باش نقدروا نكملوا لوفر ديالنا كامله ومن من نساو حتى شي اكستري الوغ شكرا على المتابعه الى اللقاء